Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhal musyahidun al-kiram, as'adakumullahu awqatakum bikulli khair. Nurahibu bikum maratan ukhra fi hadhih al-halakah al-akademiyah min barnamij al-ta'lim al-maftuh bi jami'atil ulum al-islamiyatil maliziyah. ففي هذه الفرصة القيمة أيها المشاهدون الكرام نريد أن نتحدث معكم في موضوع الغسل. أيها المشاهدون الكرام إن الغسل مشروع في الإسلام سواء كان للنظافة أم لرفع الحدث، سواء كان شرطا لعبادة أم لا. فالغسل هو جريان الماء على البدن بنية مخصوصة كما دل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب أي المشاهدون الكرام فقوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. والمراد بالحق هنا يا إخوة أنه مما لا يليق بالمسلم تركه. العلماء يعتبرونه غسل يوم الجمعة. أما الإجماع فلقد أجمع الأئمة المجتهدون على أن الغسل للنظافة مستحب، والغسل لصحة العبادة واجب، ولا أحد يخالف هذا الرأي. أيها المشاهدون الكرام للغسل قسمان، غسل مفروض وغسل مندوب. أولا الغسل المفروض هو الذي لا تصح العبادة المفتقرة إلى طهر بدونه إذا وجدت أسبابه، وأسبابه الجنابة والحيض والولادة والموت. أيها المشاهدون الكرام للغسل قسمان، غسل مفروض وغسل مندوب. أولا الغسل المفروض وهو الذي لا تصح العبادة المفتقرة إلى طهر بدونه إذا وجدت أسبابه، وأسبابه الجنابة والحيض والولادة والموت. ثانيا الغسل المندوب أي الأغسال المسنونة، وهي التي تصح الصلاة بدونها، ولكن الشرع ندب إليها لاعتبارات كثيرة. ومن أسباب الغسل المفروض أولا الجنابة، ولها السببان. الأول نزول المني من الرجل أو المرأة بأي سبب من الأسباب، سواء كان نزوله بسبب احتلام أو ملاعبة أو فكر. عن أم سلمة رضي الله عنهما قالت جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. رواه البخاري. احتلمت يعني رأت في نومها أنها تجامع. الثاني الجماع ولو من غير نزول المني. أيها المشاهدون الكرام الأمور المحرمة بسبب الجنابة، أولا الصلاة فرضا أو نفلا لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا. ثانيا المكث في المسجد والجلوس فيه، أما المرور فقط من غير مكث فلا تردد فلا يحرم. ثالثا الطواف حول الكعبة فرضا أو نفلا لأن الطواف بمنزلة الصلاة فيشترط له الطهارة كالصلاة. رابعا قراءة القرآن. وخامسا مسح المصحف وحمله أو مس ورقه أو جلده أو حمله في كيس أو صندوق. ثانيا الحيض، معنى ذلك
حيض في اللغة السيلان يقال حاض الوادي إذا سال. وفي الشعر دام جبلة أو خلقة وطبيعة تقتديه الطباع السليم. ومن أسباب الغسل المفروض أولا الجنابة، ولها سببان. الأول نزول المني من الرجل أو المرأة بأي سبب من الأسباب، سواء كان نزوله بسبب احتلام أو ملاعبة أو فكر. عن أم سلمة رضي الله عنهما قالت جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء، أي احتلمت رأت في نومها أنها تجامع. الثاني الجماع ولو من غير نزول المني. أي المشاهدون الكرام، الأمور المحرمة بسبب الجنابة: أولا الصلاة فرضا أو نفلا ثانيا المكث في المسجد والجلوس فيه، أما المرور فقط من غير مكث ولا تردد فلا يحرم. ثالثا الطواف حول الكعبة فرضا أو نفلا، لأن الطواف بمنزلة الصلاة فيشترط له الطهارة كالصلاة. رابعا قراءة القرآن. خامسا مس المصحف وحمله أو مس ورقه أو جلده أو حمله في كيس أو صندوق. ثانيا الحيض، معناه حيض في اللغة السيلان يقال حاض الوادي إذا سال. وفي الشرع دم جبلة أي خلقة وطبيعة تقتديه اتباع السليمة يخرج من أقصى رحم المرأة بعد بلوغها على سبيل الصحة في أوقات معلومة. ودليل أن الحيض، أيها المشاهدون الكرام، الأمور المحرمة بسبب الجنابة: أولا الصلاة فرضا أو نفلا، ثانيا المكث في المسجد والجلوس فيه، أما المرور فقط من غير مكث ولا تردد فلا يحرم. ثالثا الطواف حول الكعبة فرضا أو نفلا، لأن الطواف بمنزلة الصلاة فيشترط له الطهارة كالصلاة. رابعا قراءة القرآن. خامسا مس المصحف وحمله أو مس ورقه أو جلده أو حمله في كيس أو صندوق. أيها المشاهدون الكرام، الحيض، معنى الحيض في اللغة السيلان يقال حاض الوادي إذا سال. وفي الشرع دم جبلة أو خلقة وطبيعة تقتديه اتباع السليمة يخرج من أقصى رحم المرأة بعد بلوغها على سبيل الصحة وفي أوقات معلومة. ودليل أن الحيض يوجب الغسل القرآن والسنة. أما القرآن فقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. أي المشاهدون الكرام، الحيض معناه في اللغة السيلان يقال حاض الوادي إذا سأل. وفي الشرع دم جبلة أي خلقة وطبيعة تقتديه اتباع السليمة يخرج من أقصى رحم المرأة بعد بلوغها على سبيل الصحة في أوقات معلومة. ودليل أن الحيض يوجب الغسل القرآن والسنة. أما القرآن فقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنهما فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. ثالثا الولادة. الولادة أيها المستمعون الكرام هي وضع الحمل. قد تكون الولادة لا ولا يعقب خروج الولد الدم فحكمها حينئذ حكم الجنابة لأن الولد منعقد من ماء المرأة وماء الرجل ولا يختلف الحكم مهما اختلف الحمل الموضوع أو طريقة وضعه. وإذا أعقب خروج الولد دم وهو الغالب سمي نفاسا والنفائس معناه في اللغة الولادة وشرعا الدم الخارج عقب الولادة وسمي نفاسا لأنه يخرج عقب خروج النفس ويقال للمرأة نفسا. والدم الذي يخرج أثناء الطلق أو مع خروج الولد لا يعتبر دم نفاس لتقدمه على خروج الولد بل يعتبر دم فساد. وعلى ذلك تجب الصلاة أثناء الطلق ولو رأت الدم. وإذا لم تتمكن من الصلاة وجب قضاؤها. رابعا الموت. إذا مات المسلم وجب على المسلمين تغسيله وهو واجب كفائي إذا قام به البعض. رابعا الموت. إذا مات المسلم وجب على المسلمين تغسيله وهو واجب كفائي إذا قام به البعض من أقربائه أو غيرهم سقط الطلب عن الآخرين وإذا لم يكن به أحد أثم الجميع. وتجب نية الغسل على الغاسل هذا في غير الشهيد. أما الشهيد فإنه لا يغسل وسيأتي تفصيل أحكام الميت في باب الجنائز إن شاء الله تعالى. ودليل وجوب غسل الميت ما رواه ابن عباس. رابعا الموت. إذا مات المسلم وجب على المسلمين تغسيله وهو واجب كفائي إذا قام به البعض من أقربائه أو غيرهم سقط الطلب عن الآخرين وإذا لم يكن به أحد أثم الجميع. وتجب نية الغسل على الغاسل هذا في غير الشهيد. أما الشهيد فإنه لا يغسل وسيأتي تفصيل أحكام الميت في باب الجنائز. ودليل وجوب غسل الميت ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما اغسلوه بماء وستر. ثانيا الغسل المندوب وبعبارة أخرى الأغسال المسنونة وهي التي تصح الصلاة بدونها ولكن الشرع ندب إليها لاعتبارات كثيرة. رابعا الموت. إذا مات المسلم وجب على المسلمين تغسيله وهو واجب كفائي إذا قام به البعض من أقربائه أو غيرهم سقط الطلب عن الآخرين وإذا لم يكن به أحد أثم الجميع. وتجب نية الغسل على الغاسل هذا في غير الشهيد. أما الشهيد فإنه لا يغسل وسيأتي تفصيل أحكام الميت في بحر الجنائز. ثانيا الغسل المندوب وبعبارة أخرى الأغسال المسنونة وهي التي تصح الصلاة بدونها ولكن الشرع ندب إليها لاعتبارات كثيرة
وإليك بيانها. أولا غسل الجمعة، قوله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل، رواه البخاري ومسلم. والأمر هنا أيها الإخوة الكرام للندب، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فيها ونقمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. ثانيا غسل العيدين، ما رواه مالك في الموطأ أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. ثالثا الغسل من غسل الميت، ويسن لمن غسل ميتا أن يغتسل. أيها المشاهدون الكرام، نكتفي بهذا القدر، ونتمنى لكم الاستفادة المستمرة في، وإلى اللقاء آخر في الحلقات القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jutaan terima kasih kerana menonton video ini. Jika ia bermanfaat, sila like, share dan subscribe. Assalamualaikum dari saya, Ustaz Dr. Nik Rahim bin Nik Wajiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.